لانه قبل كل شيء نادي وفاق سطيف معروف بالكرم تاعو ومنطقه سطيف كامله معروفه بهذا الشيء. حنا استقبلنا فريق الرجاء البيضاوي مثل ما نستقبل كل الفرق التي تنافس نادي وفاق سطيف، وحنا لنا شرف كبير انه نادي وفاق سطيف يستقبل في كبار افريقيا. ان شاء الله راح تكون مقابله اخويه بين فريقين كبيرين، وفاق سطيف والرجاء البيضاوي. حنا رانا نحضروا بصفه عاديه للمباراه، اللاعبين راهم مركزين على التدريب تاعهم ومركزين على المباراه تاعهم وراهم واعون بالمسؤوليه، وان شاء الله احنا الهدف تاعنا هو تاكيد الفوز اللي عدنا به من كوناكري، وان شاء الله راح نكونوا في يومنا ان شاء الله يوم المباراه هكذا باش نمدوا افضل ما لدينا لاسعاد جماهيرنا، جماهير نادي وفاق سطيف وجماهير الجزائر ككل. احنا لحد الان رانا ننتظروا في الرد، احنا قمنا بكافه الاجراءات، طلبنا من السلطات المعنيه في البلاد وطلبنا من الاتحاد الافريقي لكره قدم باش ان شاء الله يسمحوا لنا باش ندخلوا مناصرين، لكن لحد الساعه ما عندناش رد يا ايجابيه سلبيه. رانا ننتظر ولحد الدقيقه اللي راني نكلم فيك فيها، وغدوه في الاجتماع الامني راح يظهر كل شيء، لانه ممكن الكاف ترسل مباشره للمسؤولين تاع الكاف الحاضرين في الاجتماع الامني غدوه باش هما ينسقوا معنا.